اسعد الله صباحكم بكل خير وسعاده، وحياكم الله معنا ببرنامج الترندز وجوله جديده مع ابرز الاخبار المتداوله في صفحات التواصل الاجتماعي. رح نستهل جولتنا بالحدث الابرز وهاشتاج القمه العالميه للحكومات 2022 ومشاركه دوله الكويت في القمه، بوفد يترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد صباح سمو رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة في القمة وضح من خلالها أجندة العديد من حكومات العالم وأبرز التحديات اللي تواجهها في القرن 21. أما الحين تابعوا معنا مقتطفات من كلمة سموه من حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تويتر. وفي شهادة التغير المناخي تبذل دولة الكويت عناية شديدة لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ عبر المساهمة بحزمة من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة وإقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني للانتقال التدريجي نحو نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية ضمن أنماط العمل المعتادة للفترة ما بين 2015 إلى 2035. ننتقل معكم إلى الحساب النشيط جدا في صفحات التواصل الاجتماعي واللي تعودنا في برنامج الترندز أن نرصد منه أبرز أخبار وزارة الصحة، وهو حساب العلاقات العامة والإعلام التابع للوزارة. أما في حلقة اليوم رصدنا لكم استبيان قدمته الوزارة لفئة المتقاعدين والمستفيدين من تأمين عافية، طبعا لقياس مدى الرضا بالتأمين. أما الحين تابعوا معنا تغريدة على الشاشة. بهدف معالجة الأوضاع البيئية في منطقة صباح الأحمد السكنية والتعامل مع البرك المائية والحد من انتشار الحشرات المتواجدة فيها، نسقت الهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقاموا بعمل زيارة ميدانية للمنطقة طبعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما الحين راح نشوف معكم الفيديو من حساب الهيئة العامة للبيئة في منصة تويتر. الشعب الكويتي عاملين إن شاء الله بالدوم دائماً وهم ينفذون الصحة والعافية بالعافية إن شاء الله. إن شاء الله الله يحفظك ويعطيك العافية. ننتقل لأجواء الملاعب والرياضة وروح التنافس والحماس.
بالفيديو من حساب الهيئة العامة للشباب بمنصة تويتر، واللي يظهر من خلال نهائي بطولة البراعم للقدم في ملعب مركز شباب الشامية بين فريق الجهرة وفريق الفيحة، ضمن مشروع أكاديميات كرة القدم اللي تنفذ الهيئة في 8 مراكز شبابية منتشرة بمختلف محافظات البلاد. تابعوا معنا تفاصيل أكثر بالفيديو على الشاشة. رجال بالملعب فزنا الحمد لله. سكتنا اللي برا، الجمهور كان يفلسف، سكتنا هذا اللي صار. آمنة نظيفة، نشر فريق الغوص الكويتي عبر حسابه بتويتر فيديو لحملة بيئية ناجحة في محمية بر قضي البحرية شمال الكويت بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. خلونا نشوف تفاصيله بالمقطع الحين على الشاشة. اليوم احنا قاعد ننظف بر قضي بالتعاون مع الاخوان في معهد الأبحاث العلمية. هذه المحمية وايد جميلة الحقيقة، وسعينا اليوم ان نشيل كل البلاستيك اللي نقدر عليه، بس الكمية طبعا وايد وايد كبيرة. أم النمل نشوف معكم هذه اللوحة الفنية الرائعة بإعداد أسراب من طيور اللوهة المهاجرة على الشواطئ. خلونا نتابع تفاصيل المقطع من حساب Visit Kuwait بتويتر. الفيديو الجاي واللي تداوله المغردين عبر منصات التواصل كان للجماهير النيجيرية الغاضبة وهي تقتحم ملعب المباراة بعد فقدان أمل التأهل للمونديال، ما أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي. خلونا نشوف معكم المقطع من حساب TRT عربي بتويتر. بفرحة مغربية عربية هزت منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ أسود الأطلس بعد وصولهم للمونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه. خلونا نشوف معكم الشارع المغربي بالدار البيضاء بالفيديو من حساب لو 360 بالعربية. Thank you.
ومع هالخبر نكون وصلنا معكم لختام جولتنا. نشوفكم باكر بنفس الموعد. أما الحين راح أقول لكم مع السلامة.